واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنه دي، راح يحتفل بمولد النبي في المسجد، فاول ما اتكلم اول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح، مسميله الفاتح، فتح ايه معرفش. ونسوان تزغرب في الجامع. وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس، لا تقولوا سيدنا ابدا فليس لنا سيد الا الله. اهو ده شيطان، اهو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي، مسك النبي قال فيه كلام ما يقولوش الانبا شنوده والله. قال لك ان سنه محمد دي مالهاش لازمه، قلم احمر على السنه واشطفها، واللي هيجيب سنه محمد احنا مفيش القران بس وضلالي، سنه محمد دي مالهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيره، وقعد لبخ اللي لبخ، وما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. قال له جمال عبد الناصر قبل ما يقوم بالثوره انتقد بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثوره ما تنجح اول عمل يحمله يحكم بالقران. قال لهم ماشي خلاص خلاص وحنأيدك لما تقوم بالثوره. قال ماشي، جابوا كتاب الله وحط ايده عليه وقال اقسم بهذا القران اول الثوره ما تنجح حكم بكتاب الله. نجحت الثوره والناس ساعدوه، وبعد كده راح له وفد قال له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قال له انت خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعه. قال لهم شريعه؟ انتوا عايزين ترجعوني لعهد الحمي؟ اه والله عدك. فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مره من موسكو ومره من واشنطن، مره من لندن ومره من باريس، فدول اسمهم شياطين الانس. واحد ادي ادي الاحتفال بمولد النبي، ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين مألف كتاب، واحدة إيطالية ضحكت عليه وخدت منه قرشين، كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء، عامل نفسه رسول ومش عارف الوحي اللي نزل على الإنس أهو رسول، وشعوب عايشة ومسلمين بيخرفوا والغرب بيتحد والشرق بيتحد والشيوعية والصليبية والصهيونية بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد.